بينما الجميع منشغل بالتحضير لحفل زفافه الخميس المقبل، إطلاقة نارية طائشة تنهي حياة الشاب صفاء عبد الحسين من منطقة الطوبة والنخيلة بعد نزاع عشائري استمر لساعات طويلة. أما والدته ووالده لا يملكون تعبيرا عن الفاجعة سوى ألم الفراق والبكاء. شو استغمد الغب من باب مجوصة حول يلا صفا ما هذا شبي ما هذا شبي جينا لقينا طايح من الباب سودنا شو نسوي شو نسوي خال شو نسوي هرنا وين نودي صفا يا صعبة عرسها هاي الجمعة هاي الجمعة جاي عرس يعني قلب عرسه من عريس الفاتحة شل تنتظر يوم ويوم أمه تنتظر أخوانه وعمامه انتظرون عرس ماله وهو فرحان بعرسه فرحان بخطيبته. ولا تزال أغلب مناطق محافظة البصرة تشهد نزاعات عشائرية دون إجراءات حكومية قوية تذكر. وبعد هذه الحادثة الأليمة زادت المطالبات للقوات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مطلقي العيارات النارية بطريقة عشوائية. دور القيادة اللي موجودة قيادة العمليات ما شفنا أي دور، لا إجوا لا تحققوا بالموضوع. أنا أطالب يعني عم الولد الشهيد، أطالب المحافظ بالإشراف عن هذه الحادثة بنفسه شخصيا. أي نعم، لأن هذا بريء خطيه، شاب بريء لا بها ولا عليها، لا هو مثل داعشي لا إرهابي، مواطن عراقي ومسالم وحالته تعبانة، فنطالبهم بتعويضه لأن هذا شاب. وتبقى الإطلاقات النارية العشوائية تهدد رؤوس الأبرياء ولا خلاص منها إلا بردع العشائر الخارجة عن القانون وتجديد الإجراءات القانونية بحقهم. للتغيير يونس الرباعي، البصرة.